قالوا بقى نعيش الفرحة مع جمهور النادي الأهلي في أهلي مدينة نصر مع أعضاء النادي الأهلي وزميلنا فاروق صلاح. مليون مبروك، مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، نجمة جديدة تضاف وتوضع على قميص مليء بالنجوم والبطولات. ألف مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. إحنا متواجدين هنا في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر بنرصد فرحة أعضاء النادي الأهلي بفوز النادي الأهلي بالبطولة العاشرة. عايز أرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي. بطولة كبيرة ومشوار صعب جدا، لكن لعيبة النادي الأهلي دايما رجالة، وإحنا رأينا بيكون على شخصية لعيبة النادي الأهلي. ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي عودنا دايما إن إحنا أي بطولة بندخلها لازم نبقى الأبطال. البطولة العاشرة إن شاء الله وال11 وال12 وال13 جايين لعيبة رجالة. الأهلي فرحنا، مبروك مبروك رجوع النادي الأهلي للمنصات مرة تانية، مبروك رجوع قانون الغاب إن إحنا أبطال النادي أبطال أفريقيا. إحنا أحسن نادي في أفريقيا، وبجد بجد اللي مش أهلاوي مظلوم في الدنيا دي. عايز أروح لحضرتك، بطولة كان فيها تحديات كتير ومباراة صعبة كتير، ماتش المريخ السوداني هناك، سان داونز، ومباراه الترجي، لكن لعيبه النادي الاهلي كانت دايما في كل الميعاد لعيبه رجاله. طبعا لعيبه الاهلي لعيبه رجاله، والنادي الاهلي لا يقارن باحد. النادي الاهلي لا يقارن باحد، لا يقارن احد في افريقيا ولا في الشرق الاوسط. النادي الاهلي نمبر 1. والف الف مبروك للكابتن الخطيب والاداره، والاهلي دايما مشرفنا، والاهلي دايما للامام، والاهلي والحضر. واحب اوجه التحيه والفضل للكابتن محمود الخطيب، وبعد الفوز ده الحاج احمد رضوان والحاج علي رضوان. عايز اروح لحضرتك مجهود كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، مجهود كتير بوزن الكابتن موجود في اغلب الظروف. تقول ايه للكابتن الخطيب النهارده؟ الكابتن بيبو، احنا البطوله دي المفروض نهديها له. الكابتن بيبو يعني بيساند الفريق، بيسافر رئيس بعثه مع الفريق. الكابتن بيبو احنا دي الثانيه على التوالي في عهده. الكابتن بيبو ظبط النادي الاهلي، الكابتن بيبو جاب لنا احسن لعيبه، الكابتن بيبو عوضنا عن الناس اللعيبه الغدارين اللي سابت النادي الاهلي وتعبت النادي الاهلي. احنا خدنا بطولتين ورا بعض، احنا ابطال افريقيا. احنا عايز اروح لك واسالك، مين النهارده تختاره نجم المباراه؟ اعتقد ال11 لاعب كانوا رجاله، لكن مين نجم المباراه النهارده؟ انا في رايي نجم المباراه اكرم توفيق، كان من نجوم المباراه. اكرم توفيق لعيب راجل مجتهد، جه من بعيد قوي وحجز مكانه في التشكيل الاساسي. وبرده محمد شريف النهارده عالمي، هدف عالمي واثنين اسيست. وبرده بضيف من نجوم المباراه في رايي كابتن موسيماني مدرب عقلاني، مدرب عارف عايز ايه من الماتش، مدرب مش متهور. ومبروك للاهلي ومبروك العشره. جمهور الأهلي العظيم